طيب امتى هتبدأ تحضر للموسم الجديد؟ يعني عندك اكيد طبعا دلوقتي خلاص بعد ما اطمنت ان فريق وادي دجله موجود في الدوري الممتاز، هتبدأ تحضر للموسم الجديد من حيث طبعا فتره الاعداد، من حيث اللعيبه اللي انت عايزها، هل الكلام ده فعلا بدأت تفكر فيه وتناقشت فيه مع الجهاز الفني وبدأت تتكلم كمان فيه مع الاداره؟ طيب مرة أخرى ممكن بس السؤال نعيد السؤال مرة تانية بعد إذنكم؟ will you prepare طيب yes yes of course yes of course this season is over so لقد انتهى الموسم الحالي والآن بدأنا بالحديث مع المجلس والمسؤولين عن كيف يمكن تعزيز الفريق. من المهم بالنسبة لي أن نعرف احتياجات الفريق تحديدا وما هي كيف يمكن أن نلبي هذه الاحتياجات في الدوري. أعتقد أن مجلس الإدارة سوف يقوم بكل ما في وسعه للتعاقد مع اللاعبين المناسبين حتى نستطيع أن نصبح فريق قوي جدا الموسم المقبل. هذا ما أتمناه. هل في بعض المراكز اللي حضرتك طلبت انك تتعاقد معاها؟ يمكن اكيد كل فريق عنده بعض النواقص اللي ممكن، او حتى عايز يقوي بعض المراكز اللي محتاجها الموسم اللي جاي. حطيت ايدك على المراكز اللي انت محتاجها الموسم اللي جاي علشان كمان بالنسبة لك ما يتكررش الموسم الصعب اللي انت عشته الموسم ده، وتقدر تحقق انجاز وترضي طموح مجلس الإدارة واللعيبة ونفسك كمان مع وادي دجلة في مكان أعتقد إن هم يستحقوا إن هم يبقوا موجودين في مركز متقدم. أولا بالطبع نحن نتمنى والنادي يتمنى أيضا أن نستغل هذه الفترة في التعاقد مع اللاعبين المناسبين، وحتى نتمنى أن يكون الفريق في وضعية أقوى، ولكن علينا أيضا أن ندمج الأمور مع بعضها. في هذه الفترة لدينا البعض، لدينا أداء مميز لدى البعض، ولدي أيضا فرصة مع اللاعبين الحاليين. يجب أن أقول أنها بمثابة ثورة في طريقة التعامل مع الفريق وكيف نريد أن يظهر الفريق في الموسم المقبل. نحن نريد أن نطبق فلسفة جديدة، نغير العقلية لدى اللاعبين، وهذا الأمر يستغرق وقت، ولكن في النادي المجلس واللاعبين منفتحين تجاه ذلك وهم رائعين. وكما أخبرتك لدي عدد من اللاعبين يؤدون بشكل جيد، وحدث ذلك في هذه الفترة من الموسم. نحن نتنافس مع الكل كما رأيت في مباراتنا مع الأهلي ومع الزمالك ومع المقاولون والفرق التي في الصدارة في الدوري. أدينا بشكل تنافسي للغاية وكنا منافسين لهم بشكل واضح ونافسنا كل هذه الفرق. نحاول أن نحافظ على هذه الإيجابيات خلال هذه الفترة، ونريد أيضا أن نعمل بجد أكثر وأن نصل إلى اللاعبين المناسبين في التشكيل المناسب للفريق. أنا لا أريد أن نمر بنفس الصعوبات التي واجهناها في هذا العام في العام المقبل، لذلك نعمل بجد لأن نضمن بأن في كل مباراة سوف ننافس بقوة ونحاول الفوز في كل مباراة. امتى ممكن تغير طريقة لعبك لو نتائج سلبية حصلت؟ هل ده ممكن يحصل ان انت تستسلم وتغير طريقة لعبك اللي انت بتعتمد عليها بناء على نتائج ماتشات؟ يعني لو نتائج سلبية هل ممكن تستسلم وتبدأ تغير طريقة لعبك، ولا انت من المدربين اللي دايما بتحب تلعب بطريقة لعب
ايا كان ايه النتيجه عشان عندك ايمان ومتاكد من نجاحها سواء على المدى القريب او على المدى البعيد. The question is, are you going to change your tactics if you are defeated in many games or matches? If we are losing a game. تقصد إذا كنا نخسر المباريات؟ If we are losing a game. نعم. Yes. First of all, we train. نحن we train the way we play. نتدرب على الطريقة And التي نلعب بها. In one game, you cannot change. لا يمكنك the way you think أن تغير الطريقة. The way you You react in every التي moment تلعب بها في كل we لحظة في المباراة. نحن نتدرب للبحث عن حلول لكل مشكلة نواجهها. كما تعرف في كل لحظة في المباراة الأمور تختلف. الفريق يعرف كيف يحل المشاكل التي يواجهها خلال المباراة. لا ينبغي أن نغير طريقتنا في اللعب والتكتيك بناء على النتيجة. أعتقد هذا الأمر خاطئ. وظيفتي هي أن أقوم بالتغييرات المناسبة وتغيير الأشخاص أو اللاعبين، لكن تغيير طريقة العمل بشكل كامل خلال المباراة أعتقد أن هذه ليست طريقتي إطلاقاً.